السيارة بتتسارع من 0 ل 100 بثانيتين فاصل 8 أجزاء، ومن 0 ل 200 بست ثواني فاصل 8 أجزاء، من 0 ل 300 16 ثانية ونص. طبعا السيارة راح تتوفر بالمنطقة بنهاية 2013 جدا حصرية، بس 375 سيارة راح ينباعوا. سعر السيارة تقريبا بالمنطقة راح يكون 4 مليون ريال، 4 مليون درهم. طبعا بنلاحظ من جوا الكربون فايبر السيارة صراحة خيالية، بوكيت سيت كربون فايبر كل محل، الوضعية تحت الشوفير خيال مع الستيرنج، بنلاحظ السقف زي بانوراما. طبعا انا حكيت مع كريس جودوين السائق الرسمي لسيارة ماكلارين، ان شاء الله بنجرب السيارة سون، حكى انه ممكن انت تسوق السيارة 100% تكون كهرباء 176 حصان. طبعا بنلاحظ انه فيها زي كبسة دي ار اس زي سيارات الفورمولا 1. احنا هلا بمنصة انفينيتي كيو 50 2014 الجديدة بالكامل، تتوفر بمحركين، الاول 2500 سي سي 6 سلندر تيربو بقوة 305 حصان، اما المحرك الاقوى 6 سلندر 3700 سي سي بولد قوة 329 حصان. طبعا هاي نسخة الاس تختلف عن النسخة العادية، البمبر الامامي مختلف، الكراسي الداخلية بوكيت سيت، وبالنسبة للاطارات حجمهم اكبر. السيارة راح تتوفر بال 2014 الربع الأول، وتقريبا سعرها راح يكون تقريبا من 170 ألف درهم لل 200، لسه مش 100% السعر.